هذا اليوم بتاريخ 18 جوان 2024 وقع حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 14 الرابط بين مدينتي تسمسيل ومدينة كيات. للأسف الحادث صار عن وفاة 4 أشخاص و6 آخرين جرحى تم تقلبهم إلى كيات. يعود الحادث إلى تجاوز خطير لسيارة سياحية أداء للاصطدام مباشر. ونطلب من المستمعين احترام قانون المرور ويحفظ الحذر من السياقة ويقرر قانون 1055 حتى تصرف جميع المواطنين ويلقي أي تبرير. الرائد نعمون يحيى في الإقليمية للبحث الوطني في وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.